المئات من المدنيين من السقلاوية في الجزء الشمالي من الفلوجة تم إخلاؤهم من قبل قوات الحشد الشعبي في وقت يستمر القتال لاستعادة السيطرة على الفلوجة. والله لغتونا من النار طلعتونا. واجبنا هذا. عافية النشام، عافية تاج روسنا. واجبنا. عافية. هاي نسائنا. عافية خيي، عافية. بناتنا. عافية عليكم، عافية، عافية عليكم بعين. وكانت قوات الحشد الشعبي مدعمة بالجيش العراقي والشرطة قد أحرزت تقدما باتجاه الضواحي الغربية والشمالية من الفلوجة، وتتركز الجهود الآن على ناحية السقلاوية. الهجوم الحكومي على الفلوجة يعتبر الأكبر على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، والفلوجة هي أول المدن التي وقعت تحت سيطرة التنظيم عام 2014. يعتقد بأن عدد الذين لا يزالون فيها 50,000 شخص. للحديث عما يحدث في الفلوجة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي العراقي أبو فراس الحمداني، مرحبا بك، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا لك. بداية أنطلق من تصريحات العبادي التي قال فيها أنه أصدر أمرا بإيقاف متهمين بالتجاوز على مواطنين خلال العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم الدولة. قال أن هذه التجاوزات ليست ممنهجة. طبعا هناك أصدرنا أمرا بإيقاف بعض المتهمين بتهم قتل وتجاوز على المواطنين وسيقدمون للعدالة. طبعا برز ذلك لأن هناك مجددا اتهامات لقوات الحشد الشعبي بإحداث انتهاكات للمدنيين الذين يخرجون من الفلوجة. حدثنا بالتفصيل لو سمحت عن تصريحات العبادي. طبعا هو المشهد معقد جدا، هنالك حقيقة يعني إرهاب متحصن، وهنالك 80% من الإرهاب هم قوى بعثية تكفيرية عندها أجندات وعندها قدرة إعلامية هائلة، وهنالك أيضا قوات شعبية متجحفلة كجهد وطني عراقي للصراع ضد الإرهاب، فبالتالي يعني تجد هنالك تجاوزات. ويعني تصريح السيد العبادي هو تعبير عن رغبة شعبية حقيقة، من يسيء إلى المدنيين هو يسيء إلى الحشد الشعبي أولا، لأنه الحشد الشعبي جهد وطني، تضحيات كبيرة، بطولات، استبسال، لا يعني أن تذهب إلى المدن العراقية والقرى العراقية، لا يمكن أن تذهب الى قريه الا وتجد هنالك شهداء من الشباب. والحشد الشعبي بالمناسبه هو قوه يعني وطنيه، هم طلاب جامعات، هم اساتذه جامعات، هم اطباء، هم كسبه، هم يعني هم من خيره ابناء الشعب العراقي، من يتطوع في ضمن حاله ايثار وضمن ازمه اقتصاديه بدون راتب يترك عمله ويلتحق ليدافع عن ذلك. يقوم البعض بمثل هذه التجاوزات. العبادي قال اننا لن نسكت عنها ولن نتستر على احد.